بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. درسين لبعض جلاس كفونت رياضة غيبت إنما ضا وحن ما أنت كبل أبي أنواع الدلال نوعيضة فرنينكو النغضو أن أرديها إلا منا وها حصوص إنه أمر والباء إنه نؤاد حكو كوبي دونه وإن المرنا والله من نقن دون سيدي قلاسك الدلاغ النوعاني فرنينكو والله من نوع سني ويبدعي فريتان سنة وافقسا iyo furitaan aan sunnada waafaqsanayn faama sunniyu furitaanka sunnada waafaqsani waxa weeye ninku waa inuu furo sawjada haweenadiisii marra waaxida hal mar waa inuu furo kuna furo fii duhurin lam yujaanicha دهار قادشو آنو كلم عاملون قبديو عادة لهان چرتي وعادة كو چرتي مركي عادة ديكا ميرتي اي داهر ستي اساقون لم عاملون فريتان كا وفري ايال الى دلاغ سنة انتان على مديين كما ترتو ان كتاب كين نيدوك اهي ستان اردية لقوله تعالى وحالة الدليلة سدا قولك الى هيوليا ايها النبي نبيو اذا دلقتم النساء هداها وينك فرتان فدلقوهن فرها وينك او كفرا لعدتهن عدده دي حلقه دي لفري جري كفرة قال ابن مسعود وحيري إيه ابن عباس رضي الله عنهما مركع آيات معنين يين فضلقوهن لعدتهن وحي إلهدينك تفسيرين أي ظاهرات من غير الجماع يقو هوينكو داهرة أو دهرقة أن لوغو قلمونين كفرة وسلم عليه ولا يجوز من بنانا ننكو أن يدلقها ثلاثا هوين ديسي إنو فرو سده في دهر واحد هل دهري يعني هل مر أو ذا سقطة هل مر وإن أنا صدح ذا الغضوضة وذا سقطة كفرين ساس ولا شيء ذا مركي عدد كما يريتي ظاهر ستي وإن أنا نكو قبديسي صدح ذا الغضوض هل مر وذا فرين ما بنا نبي ريتاسو وسيد مذهب كانوا قبي وأما البدعي دلاغ بدعيه وحويه ننكوينو قبدي سيفرو وهي حائط هي ذا عادة ديني هي ذا قبد عادة دي كتيرتا إنو عادة دي فرو كدح فرو أيا ويان دلا قبد إقاهي أما با أكل فرو هوين دي سي في دهر هي ذا حل داهر نما كسوغن لكن دهر قاسو جامعها وقوق الموضي كما دي بقى عادة كما يلتي والداهر ستي حل قاس اي كوها بوانا دينو هدو فرا يفرو مو فريني ولم عاملو دي ولكو لم عاملو دي ورقد دي بوسيي ما بنانا تاسو وانا دلاغ بدعية وهذا دلاغ فريتان كريم محرم
وحاران ولكنه يقع هيا شو دعيا دلاغا بالعقاهي ودلاغ حاران عنها بونين لكنه دعيا فريتانها ودعيا وحانا الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه دلق وهو فري امرأته وهوين دي سيبو فري وهي حائد يدو عادة له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم النبي وهو أمري بمراجعتها إنه قبل دي سوري تستو أو سوء أشهدو هل كان أحد لقد دليشنا يا نبي قمورا ما يفرنئ أرضو وتقمورا وحولي رجعت له يبقى بدي أسوء أشهد جبه ترى مركع الظاهر ستو أما ساني وفرام حيثو فإن كانت هذه أي تهي المرأة تهوين ذو لا تحيد قبل عادها شبا ما أخا فما هي وهلوين لسقر والدعيران وانا يرى عرورة لبي تمنشرك وبي تمنشرك بقرسة مركبة وفرين وإلا عادم ميهلين أو إياس أما هو قبل وين عادة قويسة وعيسى قويسة عادة دي كقوصتي أو مسي كانت وحي تهي غير مدخولة بها قبل لما أمره بي والله قال موضي مباحبا ننكي قبل اسمه بي عرقبا انت هذا هذه الروح الدمر مدكو تهي فلا سنة ولا بدعة في دلاغ سنن ما هفرتان كيدو بدعان ما هفرتان كيدو هنا هلكن ها لما ضمن نبا ما اها من الله حساب ما يو ان يرن لفري سلام وينو لفري غبنا لو لم عاملون لفري سنن يبدع من نبا لو شيغي ما يو ايا الشيخ لي الفاده إريد الله استعماله دلاغة الألفاظ التي يدلق بها إريد الله غفره وح نوعان لمن نعوي صريح يكناي وإري عد وفرتان كل عدي ومدمد كتر ونسبوي دينهي مفرتان بامسمعها يمد عن عبين فأما صريح عليه شيخ فريتانك صريح آهي وحوي أن فهو لفظ الدلال وإريك الدلال فريتانك صريح الله لهذا وأيضا الله استعماله لفظ دلاغ إريك دلاغ لاستعماله دلغتك إريك لاستعماله إيه وما تصرف منه يوحيك صرف ما أي ساقا دي لما أنا نحو سيدي دلغتك وانكو فوري أدوك واحدة قبل مدلغة مدل فوري باتي مدلغة دالقون لما انكوا سنوي انت عمد كمدها بعد استعماشو دلاغاسو ومد عيب وصريحة ويقع بها دلاغ لما انئر يدا فريتاك وكل عيا ولو لم ينوي يا بنا ننيين فريتان نقول دوك بدي سكويل هذا دلاغتوك وان كفوري يسمون قلبي سبعاني كبتشرين إنه قبل يفره وكفر مرس وهي إريك كعد هاي فريتان إلا يمو يعني إن الدعاء إنه شيكته شهل معنى الدلاغ إنه جاهل كي هاي معنى الدلاغ قبا إريك الدلاغ وثي يبانو مبان قرنين بول مبان فهم سنين با إنه إسلام تيدو قد تغيسو ما بان قريني وقال ما دعي كرتا طلو وهو كان روحاني يهي ممن عد يتصور منه لقى صوران كرو
الجهل الجهل هو لغا سوران كرا إنو ننكنو سيدا وشيغيا أي نبكت هاي وجاهل كي هاي ولغا سوران كرا فيصدق والرميسان يدوه وواسلي دواني دوان سوى إسلامي با عمرك دوان سوى إسلامي قبل لو قوريه با أي معاين كان كو يلي ديوتنا وحيلي قبل دي مهانتين وين لي قوريه دي إيري غنين كفر مانا سو دي أنو واف عربي غنين ساني ومانا قونين إسلامي مضانا دي شالابا سوغا مركا والغا رميسان يا واما الكناية عليه شيخ كنايته وحويا فهي الألفاظ المحتملة وإريو وحيا ببضا الاحتمال يا والله اسكو قبسن كرم بذو كتيرو نحو أنت بائن أنت بائن قبل أنو كرقو أنا مات واذي قبقو ضي وينو كرفوغاني وبرية بري بينو كرنهاي قبل أي بري بادي قتي بري بعد قتي وفريتان بولا جودا وانو كالقواني محولا جيدا موحو اللي يهي انو كل حد لما يبولا جيدا موحولا جيدا انو وحي كاسو مرا يوبيل يمرين يمصرف متري عرور تابا ودورو ولا جيدا وامد مدو بها كتلا وانت حر نحر باطن حر باطن وأعتقتك نوك حري وقد شعرك عني ناتمها جا إجا قرصو تمها جا إجا قرصو وأتسلي إجا فجو والحق بيالي غير كي نرجع قبو لما أن إريدا نو عصو لما بوه على ده هذا كنايو وأنا اللي سوي ديني يا ونكو قبل ميو فري ومحوه حنو استعمالي فلا يقع بها فما دعاه دلاب دلاب فما دعاه إلا بالنية مركو سربيت الاستعمالي إنو ولتشي ذي إنو قبض الكفر مويان فإنو دلاب هدو النيي فريتان وولتشي ذي بفريتان كان وحو هانيا عدد دلقات تردف دلابنا وحي نقنيا انت دلقضو قبض الفري بحسب نيتي هاد بنت نسل نيتي ستي وعلى ليه ورقبني وادي كوي نور ذو ريركي ني قبي هاد وقلت شيء دا هادو إلا ذو حلو وقلت شيء دي وان كفري وعي اي مساب كالكتي او هاد ولت شيء دي هادو إلا لابد الغضوط بان ولت شيء دي هادو إلا مد بان ولت شيء دي والله حسابني سلا سالو قادنا يا وركيس ولا يقع الدلاغو فرتانكم ما دعوا أو فرتانكم ما دعوا إلا بالنطق من هذا المويعني إنه قفك كهذا المويعني ولو نواه هبني ييو ها هبني ييو ها ها لقوله صلى الله عليه وسلم وحالا الدليل هذا النبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي تجاوزه وهو كدافي عن أمتي أمتي إذا وهو كدافي ما حدثت به أنفسها وحي نفتود وقشي كيسو أي إلهي كسامح ما لم تعمل انتي آني سمينين انتي آني سمينين إلهي وكسامحي أما با أو تتكلم أما أنا كهذا ليش أقول إريدا مركل إسكو هذا الدرك هنا يدا إيه سريع هذا فريتان كم الدعاء إلا بالنط من هذا المويان ولو نواه هبني هدول نيته جشرون أو نيته وش كي قبل يسكفر تابو وضع نولان السال وله عوية فوسوه ين وها نيته كي يلاهو وحبك ما تشران إلا يبنط من إنو كهد لمو يان
نبي محمد بن سيدي صلى الله عليه وسلم مرد النسيا لنا ان ميلو دافع يا مترتو دكتور وسلو هذا الشيخ استانو قفل من تان نفتيسا ان خوادر بلا ما كسونا عيسى ويستثنى من ذلك ارنتا وحالك صور يا بي إشارة الأخرس إشارة دي يتلمانتي نكي أن هدل ترين وفك أن هدل هين أيا لغا صور يا بي أن إشارة دي المفهومة ولما لقرنا أي نن أخرسا إشارات كي سوى دي وحالا قرنا يهين دراك بين نغبان لكن هدل حتى سوى أخرسا إشارات كيسنا أنا ببقر أنا هين وقتشي دبا دي يدو تسوى ببعيد مركان إن أخرس عن هذا أخرس كنا وكالكا وكما عني إن وهويا عجز عن الكلام خلقة أو عيا أو عيا أو لسبب آخر أبو رهان أي هذا الكبكري وايه أما هو تهل وايي أما السبب بدنو كلايمي وفا ماذا حاسو إن ماذا حبادي كامرتي بكاقاد عضي ويحد الدقويسي وهذا الكبك قوري أي كرا وانا نقوم باركي أركا ماذا وفكو مركا الدوين الآخر سأون هل لين إشارات كيسي لقرانا يي فريتان بالحسابية وكتابة صريح أبلا ورقد قرالك أي كعد حي فريتان كنا إسنوا لك صوري لما دا أرهما الضوء دلاك بالحسابيني ولو يابنوا بالنطق يهانيني مر هذا إشارة تهي أخرس أما أي قل انتهي ورقد أو فريتان كعد يهب الله يهب الانتهاز تلقضوض أيام فري ورقد أي صدا كعد حي وحوي يعني فريتان بالحسابيني فريتان أي الحسابيني ألك الدرس جينه إنه بتشوجه وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.